نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية أولاد خلف تابعة لمركز فارسكور، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضم عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. النهارده قافلة طبية بقرية أولاد خلف مركز فارسكور. القافلة الطبية النهارده بتقدم العيادات المتخصصة في كل التخصصات تقريبا، معانا حوالي 12 عيادة، إلى جانب كمان بنخدم العيادات دي بالمعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، كمان عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار، كمان موجود الصيدلية اللي فيها كل اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتوفرة. القافلة النهارده بنقدمها فيها حوالي 10 عيادات تخصصية، موجود معانا في العيادات دي دكاترة أخصائيين واستشاريين، الصيدلية فيها 130 صنف من الأدوية، بنغطي كل التخصصات الطبية الموجودة معانا بالقافلة من خلال الصرف والتحضير الدواء والتسجيل الأدوية من خلال الصيادلة بتوعنا، معنا صيادلة أخصائيين صيدلة إكلينيكية، بنطبق معايير الصيدلة الإكلينيكية والجودة في القافلة. احنا هنا في قرية أولاد خلف مركز فلسكور، جينا هنا هذه القرية نعينها قبل ما نبدأ القافلة عشان نشوف توافر الخدمات من كهرباء ومياه اللي بتساعدنا في تقديم الخدمة الصحية للقافل في القوافل العلاجية. طبعا القوافل العلاجية بتقدم خدمة طبية ممتازة وبشكل مجاني تماما مع صرف الأدوية والعلاج اللازم.